والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة روان بودرغام. روان، مساء الخير. مساء الخير شادي، تفضلي. شكرا. تتقدم أولوية وقف إطلاق النار الفوري على باقي الأولويات لدى الجانب اللبناني الرسمي ومساعدة النازحين والعمل على إيوائهم وتأمين حاجاتهم الأساسية، إلا أن الأجواء الإقليمية لا تشير إلى قرب التهدئة، إذ لا مبادرات جدية واستثنائية ولا نية دولية للجم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحد من حروبه الإقليمية التي بدأت بغزة واستمرت بالضفة فلبنان وأخيرا إيران، مع تقدم الوقت وتصاعد التهديدات ووتيرة الردود التي تضع المنطقة على شفير حرب إقليمية واسعة تنغمس فيها الولايات المتحدة ودول المحورين. وعلى وقع اشتعال لبنان وغارات العدو الإسرائيلي الضخمة واستهدافه المدنيين، تضغط الدول على الرئاستين الثانية والثالثة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية والسير بتطبيق القرار 1701 وتعزيز الجيش في الجنوب اللبناني، إذ تصل إلى المقار الرسمية أصداء الخماسية التي تدعم قائد الجيش جوزيف عون للتوافق عليه رئاسيا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية. وهذه الأجواء الدولية جرى نقاشها في اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري بالمرشح الرئاسي سليمان فرنجي، إلا أن فرنجي لا يزال متمسكا بترشحه أكثر من قبل، وخصوصا أن التوازنات النيابية لم تتغير، وطالما أن الطرفين المسيحيين التيار الوطني والقوات رفضا العماد عون ولا يساهما في إيصاله إلى سدة الرئاسة. وتنفي مصادر عين التين الكلام عن استسلام رئاسي لدى الرئيس بري، إذ إنه لم يستبعد فرنجي من لائحة المرشحين التوافقيين، ولكنه يقبل بأي مرشح توافقي يضمن نصاب 86 وعلى رأسهم فرنجي. وتختم المصادر بالقول إن الملف الرئاسي لا يزال بعيدا ووقف الحرب تتقدم على كل الأولويات. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريح من عين التين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأردن لا يتدخل بالشأن اللبناني، بل يدعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون بما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، وقال إن أولوياتنا المشتركة هي الوقف الفوري للعدوان على لبنان وتأكيد دعم الأردن المطلق للبنان واستقراره وسيادته وسلامة المواطنين. الأولوية هي لوقف العدوان. نحن نثمن عاليا الدور الكبير لدولة الرئيس بري في هذا الوقت العصيب. دوره كان دائما دور بناء، وتحدثت مع دولته برسالة واضحة بأننا في المملكة ندعم القرار الوطني اللبناني فيما يتعلق بتفعيل وإعادة بناء المؤسسات اللبنانية. بشكل واضح أقولها، نحن لا نتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، هذا شأن لبناني، لكن ندعم كل ما يتوافق عليه الأشقاء اللبنانيون لانتخاب رئيس، ونعتقد أن انتخاب رئيس هو أمر هام جدا في هذه المرحلة، لأنه سيقوي من قدرة لبنان على التعامل مع التحدي الكبير الذي يواجهه الآن وتفعيل هذه المؤسسات. وبالتالي نحن مرة أخرى نتضامن بالمطلق مع لبنان، ندين بأشد ما هو ممكن العدوان الإسرائيلي غير المبرر الذي لن يحقق الأمن لإسرائيل ولن يدفع إلا باتجاه تصعيد إقليمي خطير، ولا مبرر لإسرائيل في الاستمرار بعدوانها، خصوصا بعدما أكد لبنان على لسان دولة الرئيس نجيب ميقاتي ودولة الرئيس بري بأن لبنان مستعد لنشر جنوده في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار 1701 بالمطلق. إلى هنا نصل إلى ختام فقرة المشهد السياسي. شادي، عودة إليك. شكرا لك رواند.